حضرتك الأول سعيد جدا ببرنامج حضرتك وبالسادة الزملاء النواب الموقرين، وفرصة جميلة جدا إن احنا نتكلم بشفافية ونشرح الصورة من منطلق بعيد شوية قبل ما نبدأ هنا. لا شك إن مصر تعرضت الفترة اللي فاتت من بعد ثورتين لأعنف حرب خاضتها مصر في التاريخ، ولا ينكر هذا الأمر أي إنسان. وما زالت الحرب مفتوحة على مصراعيها خارجيا وداخليا. وأي إنسان بعد ثورتين وبعد ما شاف اللي عانته مصر واللي ما زالت تعانيه من حرب في منتهى الضراوة، أعتقد أن كل إنسان عارف أنه لابد من تضحية، خاصة أن تكاتفت قوى الشر جميعها متحدة ضد مصر في آن واحد، وإحنا كلنا عارفين حجم العجز في الموازنة، الناحية الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد شكلها إيه، والحرب مركزة في أهم حاجة في الناحية الاقتصادية. بمعنى ده مش أمر جديد ولم يكن مفاجأ للجميع إنه هيحصل دلوقتي، لكن كل لبيب يا فندم وكل عاقل في البلد يعلم أنه لابد من أزمة وأزمة وأزمة تلو الأزمة، وبفضل الله كل ما بتيجي أزمة بتعبر منها مصر بسلام. هذا الأمر يتطلب مننا أن نكون على نفس مستوى التفكير وأن يتكاتف الشعب، ودي اللحظة أهم لحظة في تاريخ مصر أن يتكاتف فيها الشعب بجميع مختلف طبقاته واتجاهاته مع الدولة عشان تمر بالأزمة. كون مصر لو قلنا ما خدتش القرارات في الوقت ده، ما كانتش مصر هتتعرض لضربات قوية اقتصادية. لو قلنا كام وصل الدولار، كان وصل لحد ما يقرب من 20 جنيه، وكل يوم بيرتفع بجنيه واتنين جنيه، حاجة ما حصلتش في التاريخ ولم تشهدها أي دولة في العالم. اجتمعت القوى جميعا على إنها تدمر مصر. دلوقتي زي الجراح اللي قدامه وراجل الكبد مهري أو المرارة منفجرة وعايز عملية جراحية، كان لازم تاخد القرار يا فندم. طب ما انت عارف ان المريض هيتألم، هيتألم، والمريض نفسه يجب ان يعلم انه هيتألم عشان يعيش وعشان يصحى. انت شايف انها عملية جراحية اضطرت لها الحكومة وهي تعلم ان المريض وهو يجريها هيتألم. الألم هنا بقى المريض هو كان يجب ان يهيئ، مسألة التسويق التهيئ النفسي. انا عايز اقول له اصحى، انا هديك ابره عشان ما تتخضش، ما تلاقيش وانت صاحي من النوم آلة حادة دخلت جسمك، انسجت جسمك فوق. اما القرارات جت في وقتها، وان لم تؤخذ في هذا الوقت الله اعلم مكان ايه مصير مصر. واعتقد التوقيت مناسب جدا، وانا بسميها ضربه معلم. كان ينزل الدولار من، اما كون حضرتك في شكوى، المواطنين جميعا عارفين ان احنا بنمر بأزمة اقتصادية، وعارفين ان احنا بنتحارب ده احنا يا فندم علينا حصار ما يشبه، لو رجعنا من تاريخ الازل لما تحاصر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في هو وعمه ابو طالب في شعب ابو طالب. طب كان عمل ايه حضرة سيدنا النبي عشان يتحاصر؟ بس هي الحرب ضرية لانه على يقين وعلى صح، وكله عايز يهزمه وكله عايز يضربه. عملوا ايه المسلمين معاه؟ تحملوا وعدوا الازمه يا فندم. الان بس يعني انا ما في التشبيه، ما لا انا ما بشبهش، يعني انا شبهت، انا بقول يا فندم صلي على، لا لا ما اقصدش، انا بذكر يا فندم التحمل. انا باخد في التشبيه ان المسلم يجب ان يتحمل عشان انا راس المصري تظل مرفوعه. لما يوصل الدولار 30 و50 جنيه هو عاد فيه اسمه غلبان، ده انت دفنت الغلبان، ده اتقتل لما توصل للدولار ل 50 جنيه و60 جنيه او يظل على 118 جنيه. هو ده مش لصالح الغلبان، هو ده مش لصالح، هو هيبقى فيه غلبان. لو مصر وصلت حضرتك للي وصلت له دول موجوده على الساحه، كان عندها عمله ودولارات، اختفت العمله الفئويه بتاعتها، اختفت من التاريخ، بل ان دول اتقسمت وتشرذمت وانتهت حتى. طب وانت ما قتلتوش دلوقتي، انت ليه بتصور المساله انه انقذ؟ انا بصور لان انا شايف موجه قايمه على شيء. الاول انا ضد حاجات في الحكومه وضد حاجات كتير في الحكومه،
وبطالب بتعديل اشياء في الحكومه، لكن الوقت ده هو تفندم المطلوب. المثل اللي بيقول انا واخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب، كلنا نتكاتف ايد واحده دلوقتي، لانه كلنا عارفين ضراوه الحرب اللي عليها مصر الان. لان دي فيها عزه لكل مصر. لكن انا لسه شايف حضره رئيس الجمهوريه موصي على اخذ اجراءات احترازيه لتثبيت الاسعار، ولسه اجتماع مجلس الوزراء النهارده انتهى الاخذ قرارات، حتى انه فرض 6 مليار جنيه هتتفرض للعشوائيات. وفي امور، لكن الحكومه عندها اخطاء، عندها اخطاء، حد ينكر هذا؟ ما حدش ينكر هذا. لكن هو ده وقت الحساب الان، ولا نعدي ازمتي وتعالى مجلس نواب اجمع الحكومه، قول مقترحاتك، شوف اللي بنفذ وشوف اللي ما بنفذش، ونقعد على طاوله، عشان انا ما سخنش الشارع، عشان انا فاهم الشارع ان انت في حرب، انت دلوقتي لابد من عمليه جراحيه، ولازم تتحمل ولازم تعدي، وما عندكش مفر ولا بديل غير انك لازم تعدي.